مشاهدي شوف تيفي، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء في هذا الاثناء من منطقه الحي المحمدي بالضبط من درب مولاي الشريف، وبعد الحدث ولا الحادث اللي وقعوا اللي بطبيعه الحال تبعوه جل المغاربه عبر لايفات شوف تيفي، اللي هو انهيار منزل يعني قبل تقريبا ساعتين او 3 ساعات من الان، كيف ما كتبعوا انقطاع الإنارة من الحي، لأن حاليا من بعد ما رابت هاد الدار هذه يعني جرت معها أسلاك الكهربائية وتقطعت الإنارة من الحي اللي درب مولاي الشريف، يعني هاد الحي بطبيعة الحال اللي طاحت فيه رابت فيه الدار هذه كيف ما كتبعوا الآن. لذاك جاو العين المكان باش يحاولوا انهم يصلحوا المشكل اللي في الاناره وكذلك لهذا الانقطاع ديال التيار الكهربائي. كيف ما كتشوفوا الاناره العموميه بدات كترجع لانهم كيديروا دابا لي تيست. الان حاليا كاين حصار كبير على هاد في هاد المنطقه هذه، لان كاين تخوف من هاد العماره وهاد الدار اللي بالقرب من هاد المنزل الاول اللي نهار ولا هاد العماره الاولى اللي نهارت، لانهم خايفين انها تطيح في اي لحظه. هادشي بطبيعة الحال اللي خلى أن رجال الأمن وكذلك السلطات أنهم يحاصروا هاد المكان خوفا من أي كارثة تقدر توقع، الله يحفظ. الحمد لله هاد الحدث الأول يعني ولا الانهيار ديال المنزل ما خلفش ضحايا، ما خلفش خسائر بشرية ولا كذلك في الأرواح. الناس اللي كانوا في وسط الدار خدينا تصريح ديال السيد اللي كان وسط الدار قال لك أنه مع دخل سمع الترطيق وكذلك يعني بدا كيبان ليه انه الجليش بدا كيتنفض ولا بدا كيطرطق وسط الدار، هادشي اللي خلاه انه يخرج ويهرب كذلك الوالده ديالو وكذلك الاخ ديالو. بالنسبه للناس سمعوا الترطيق، سمعوا يعني انا بداو كيطيحوا طروفه من الظرف الاول بحال يعني انتبهوا للواقعه. كيف ما كتبعوا مشاهدينا مازال متواصلين معكم هذا المباشر. بالنسبه للناس اللي كيسولوا واش كاين ضحايا ولا جرحى، الحمد لله حتى شي واحد ما تقاص. انا كيف ما قلت لكم يعني كحسوا في الاول ان الدار غادا تطيح، لانه بانوا بعض البوادر اللي اكدوا لهم على ان الدار تقدر تطيح في اي لحظه، بداو كيطيح حجره بحجره، فحاولوا انهم يهربوا وحاولوا يبلغوا بعضياتهم ويعني يخبروا الناس باش يبعدوا منها. كذلك السيد اللي كيسكن فيها هرب وهرب الوالده ديالو مع الناس مع الترطيق وبان ليه الجليس كيترطق وكيتنفض وسط الدار. من بعد جاو دخلوا السلطات المحليه وتم الاخبار كذلك واشعار الامن، حضروا رجال الامن وكذلك القوات المساعده السيد باشا المنطقه وكذلك الوقايه المدنيه لعين المكان، يعني كاملين حضروا هنا باش يحاولوا انهم يحميوا الناس. انكم كيف ما كتعرفوا فاش كيكون مثل هاد الحوادث هادو فيقدر ان الدار هذه اللي طاحت تقدر تجور معها الدار اللي حتاها، وهادشي يقدر يؤدي لكارثه الله يستر. لكن الحمد لله يعني خرجت سالمه كيف ما كنقولوا، ملي ما كاينش خسائر بشريه ولا في الارواح ولا كذلك جرحى، الناس ما تقاسوش. كيف ما كتبعوا لحد الساعه حنا مازال متواصلين معكم هذا المباشر من عين المكان. كاين حصار كبير حول المنزل المنهار. كيف ما كتبعوا معنا رجال الامن السلطات المحليه الوقايه المدنيه كاملين في عين المكان يعني لحمايه المواطنين. الناس ديال لذاك حتى هما في عين المكان باش ان الاناره ترجع لهاد الزنقه هذه وكذلك هاد الحي هذا، لانه كانت كتقطع بسبب انقطاع يعني الاسلاك الكهربائيه اللي في خارج المنازل، لان من بعد ما طاحت هاد الدار هذه جرات معها الاسلاك الكهربائيه. خويا كنسولو شنو وقع هنا؟ الحمد لله يعني هاد الناس السلطات ديال المنطقه تاع عين السبع اللي كانوا عالمين الناس هكا، كان ممنوع على اي واحد انه يدخل لهاد المنزل هذا لانه كان آيل للسقوط. يعني السلطات العامله ديال عين السبع كانوا عالمين الناس، والحمد لله للناس ما كانوش، لان كان معلومين انهم ما يدخلوش لهذا المنزل هذا لانه مهدد بالانهيار. السيد اللي ساكن تما في التصريح قال انه كان في الدار وسمع الطرطيق. هاد الناس تيخاطروا بنفسهم، الا كان شي حد هو تيمشي كيدخل تما للدار هو تيخاطر بالنفس ديالو. يعني السلطات داروا الاخبار، داروا الناس السلطات راه داروا الاخبار ديال هنا، السلطات ديال منطقه عين سبع داروا الاخبار ان الناس راه ممنوع عليه انه يبقى تما. يعني الحمد لله اللي كانوا عالمينهم، لان راه هادشي تيتكرر، هادشي اللي تيوقع. يعني الناس تتريسكي هكا بالحياه ديالها. شكرا تتريسكي بالحياه ديالها، وتنتمنى ولا الناس اي منزل اي سقوط الناس ما تخاطرش من راسها وانها تبقى ساكنه او تمشي تخرج من الدار، لان الناس راه عالمينهم. وهاد الناس ربما استافدوا هادشي اللي سمعنا من عند الناس، راه استافدوا هاد الناس. غير الدار كانوا واضعين لها واحد الحواجز تما على باش انه حتى شي واحد ما يدوز يقرب لهذا المكان. شكرا. اذا كيف ما تبعتوا تصريح ديال شاهد عيان اللي تكلم على هذا المشكل هذا، يعني الحدود الساعه يعني كيحاولوا ان السلطات يحاصروا المكان باش انهم يبعدوا يعني من ان كاين خطر. السلطات حاليا مازال متخوفين على ان الدار اللي بالقرب من هذا يعني الدار اللي انهارت. مرحبا انا نسالي اللايف ونتحسن بالحيل هناك. سمحوا لي الله يرحمك. يعني مش مشكل، عندنا واحد علاش انا مشكل هيسالي الدراري احنا مطلقين الله لا اسف انا كيف ما كتبعوا إذا كيف ما كتبعوا مشاهدينا مازال حدود الساعة يعني الحال كما هو عليه، مازال المنطقة محاصرة في هذا الأثناء يعني خوفا على المواطنين، لأن البيت اللي انهار يعني خايفين من البيت اللي من القرب منه. كيف ما كتبعوا مشاهدينا احنا مازال متواصلين معكم الآن في هذا المباشر. كاين يعني الخطر حاليا، ولكن السلطات كيحاولوا تحيد الخطر من هذه المنطقه هذه، وحاولوا على انهم يعني يديروا حواجز حديديه، وكذلك رجال الامن والسلطات المحليه كاملين خدامين باش يبعدوا المواطنين باش ما يكونش خطر عليهم، لانهم خايفين من هذه الدار هذه. الدار مشاهدينا حاليا انا كنصور فيها في هذا المباشر خايفين منها السلطات انها تقدر تشكل يعني شي مشكل على الساكنه. كيف ما كتبعوا الان مشاهدينا يعني بكل صراحه السلطات كتقوم بالواجب ديالها، لانهم كيحاولوا يبعدوا المواطنين على هذا المكان هذا. فكنتمناو كذلك رساله اللي بنوجهوها للمواطنين انهم حتى هما بدورهم انهم يتساعدوا مع السلطه، لان في مثل الاحداث يعني الا قال لك مثلا بوليسي ولا شخص ولا عنصر من القوات المساعده ولا كذلك من السلطات المحليه كيقول لك بعد، فهو غير خوفا على سلامتك يعني باش انك انت ما تتقاش، لانهم هما عارفين الخطر اللي يقدر يجي من بعد. يعني ملي مثلا الدار هذه اللي هي بالقرب منها خاويه من الوسط كامله تقدر تريف في اي لحظه، ولا لابد الله يستر وكانوا الناس مجموعين هنا وكيتفرجوا. حنا عارفين هذه المساله، يعني كاين فضوليين في الاحداث اللي كيجي كيبقى غير واقف انه باش يتفرج ولا باش يسترق السمع ولا باش يعرف شنو كاين وقدر انه يتقاص. فهادشي علاش السلطات كيحاولوا على انهم يبعدوهم من مكان الحادث باش يبقاو دائما بعد. يعني حدود الساعة مشاهدينا حضور جميع سلطات العين المكان كيف ما كتشوفوا داروا حواجز حديدية باش يبعدوا المواطنين على منطقة الخطر. يعني الأمن الحدود الساعه يعني داير العمل ديالو. كذلك المواطنين حتى هما راه استجابوا، راه ما بعدوا على المنطقه لانهم خايفين من هاد الدار هذه اللي بالقرب من العماره السكنيه اللي رابت. يحضر كذلك رجال الوقايه المدنيه لعين المكان.